السلام عليكم، ده أأمن مكان ممكن أكلمكم منه وأستغيث منه، مني لربنا، ربنا شاهد وكيل على كلامي. أنا من اسكندرية، أم لتلات أولاد وزوجة شريف محمود شوقي علام، من اسكندرية ومقيم معايا في اسكندرية، أهله من القاهرة. نزل يوم 15/6 لزيارة أهله، بقاله أكتر من سنة ما نزلش عشان كان ابني تعبان. يوم ما نزل يوم 15/6 اتقبض عليه، اتلفقت له قضية ملوش أي ذنب فيها. دخل في القسم تاني يوم، اتعرض على النيابة وطلع من على النيابة، راح قسم المرج. بعديها بيومين رحت لجوزي عشان اشوفه، معرفتوش، من كتر التعذيب ومن كتر اللي كان في وشه، من كتر الضرب دماغه مفتوحة ووشه كله متبهدل ومتعور ووارم، ودراعته كلها زرقاء، ودراعته من ايد الكلبشات ومن ايد الحبل اللي كان مربوط فيه. يا رب انا بطالب بحق جوزي يا رب من كل مسؤول، بطالب من سيادة الرئيس يحقق في القضية. أنا عملت كل ما في وسعي، أنا وجوزي دخل القسم يوم 15/6، مات يوم 1/7، وكلموني وقالوا لي إن جات له أزمة قلبية. جوزي ما كانش في أي حاجة، جوزي كان ما بيسيبش في أرض ربنا. جوزي اتضرب واتبهدل واتعذب واتكتف من إيديه. أنا بطالب كل مسؤول يجيب لي حق جوزي، أنا عايزة حق شريف. مين مسؤول على كده ومين مسؤول باللي حصل له؟ راح الطب الشرعي عشان يكشف لحد دلوقتي، النتيجة ما طلعتش، ورحت لوكيل النيابة خد أقوالي، ورحت قدمت شكوى في النائب للنائب العام، ورحت قدمت في حقوق الإنسان، ورحت قدمت في التفتيش والرقابة. أنا محتاجة حق جوزي، أنا محتاجة حق شريف يرجع. مين اللي عمل فيه كده ومين اللي قتله ومين اللي موته جوه القسم؟ واللي بيقولوا أزمة قلبية وأنا جوزي ما كانش عنده أزمة قلبية، ليه جوزي حصل فيه كل ده؟ أنا بطالب المسؤولين الكبار اللي أنا مش قادرة أوصل لهم، أنا عايزة حق جوزي، وأبو ولادي اللي اتظلم واللي اتضرب لحد ما مات. اتضرب ليه جوه القسم؟ ومات ليه ومات ازاي؟ انا بطالب، مش بطالب باي حاجه غير ان يتفتح تحقيق في حق جوزي، ومعايا كل ما يثبت بذلك، معايا الصور ومعايا مكالمات ومعايا صور وهو جوه التلاجه متعذب ومتبهدل، مفيش حته في جسمه سليمه، ضلوعه متكسره كلها. مين اللي عمل فيه كده؟ بسألكوا قدام ربنا تجيبوا حق جوزي، أنا عايزة حق جوزي يرجع. أبوس إيديكوا، ده واحد من إيدين ربنا، مقلوش حد في الدنيا غيري أنا وولاده. أروح فين؟ رحت لكل المسؤولين وقدمت شكاوي من يوم 1/7 لحد وقتنا هذا، مفيش أي إجراء، طلع، ومفيش أي حاجة. بقالي أكتر من 22 بجري على كل مسؤول وقدم له ورق، أنا عايزة حق جوزي يرجع، أنا محتاجة حد يحقق في القضية. مين اللي عمل في جوزي كده جوه القسم؟ مين اللي عمل كده في جوزي جوه القسم، واتضرب واتبهدل واتعلق من إيديه وضلعه اتكسرت لحد ما مات؟ أنا بطلب كل حق من أي مسؤول، أنا مواطنة هنا، زوجة مواطن، محتاجة تعرف ملاش حد، ومحتاجة تعرف مين اللي عمل في جوزها كده. ماليش في الدنيا واخد بعد ربنا غيره، مات وراح ظلم. مين اللي عمل فيه كده ومين اللي ضربه كده لحد ما مات؟ مين شوهه؟ مين فتح دماغه لحد ما دماغه في الكفن ابنه بقى يشوف الدم نازل منه؟ مين اللي كتفه وعلقه؟ مين اللي عذبه وكسر ضلوعه؟ يا سيادة الرئيس، أنا بطالب بحق جوزي، وبحق أب لتلات أولاد. حد يشوف مشكلتي، حد يحس بيا ويحس بحرقة قلبي في حق راجل اتظلم ما بيسيبش فرد ربنا، حد يحقق فيها. أنا بطالب كل الجهات المختصة إنها تحقق في ده، أنا واحدة مش قادرة أروح في أي حتة تاني، أنا رحت كل الجهات المختصة، أنا عايزة حد يحقق في قضية جوزي. مين اللي عمل فيه كده؟ مين اللي ضربه؟
مين اللي قتله جوه اسم المرج؟ مين اللي قتل جوزي جوه اسم المرج؟ لازم حق شريف يرجع عشان الاف غيره ما تروحش. مين اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ربنا شاهد وكيل عليا، وانا معايا كل ما يثبت بكل كلمه، معايا في صور بالتعذيب بتاعته وصور وهو متعذب في التلاجة، ومعايا فويسات ومعايا شهود جوه القسم مش عايزين يستدعوهم. اي حد مسؤول يحقق في القضية يا سيادة النائب، يا سيادة النائب العام حقق في قضية شريف. انا بعت لك طلب يا سيادة النائب، يا سيادة الرئيس، يا سيادة الرئيس، يا رئيس جمهوريتنا، حقق في حق قضية شريف. شوف مين عمل فيه كده.